الرابع من أركان الإيمان. شوارم للركنكان إيمان. الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. باورهنان ببيغمبران عليهم الصلاة والسلام. نؤمن بأنهم عبيد لا يعبدون. باور من وياك أوانا بندنو نابرسترين. ورسل لا يكذبون عليهم الصلاة والسلام. وأوانا بيغمبرن بدرون آخرنا وعليهم الصلاة والسلام. وأن الله أرسلهم. واي جورا أواني روانا كردوا وأوحى إليهم وحي بويان كردوا وأيدهم بالآيات وبتشندين آيات بشتواني يعني كردوا أدوا الأمانة التي ائتمنهم الله سبحانه وتعالى أو أمانتي لسرشان يعني بولا لاين خواي جورا بجواني قيان ديان نصح الأمة أكمل نصح بو بري آموشقاري وأمتكين آموشقاري كردوا بلغوا البلاغ المبين الواضح بجوان ترين وروشن ترين بلاغ أمتكين رب رب أمتكين راجع عندوا. جاهدوا في الله حق جهاد بجميع أنواع الجهاد. بهموج وركاني تيكوشان وبو بري تيكوشان وجهاد تيكوشان ينكردوا. نؤمن بهم. باور ما بيان هي. وبمعلمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائهم. وبونا وانيك خواي جورا فيري كردين لنا وكان ين. وصفاتهم. وصفات كان ين. والآيات التي أعدهم الله سبحانه وتعالى بها. وأوبو آية تانية كخواي جورا بواني بشجيري أواني كردوها وأن أول الأنبياء آدم عليهم الصلاة والسلام ويكم نبي آدم عليه الصلاة والسلام وأول الرسل نوح عليهم الصلاة والسلام ويكم رسول نوح عليه الصلاة والسلام وخاتم الأنبياء والرسل نبينا محمد عليهم الصلاة والسلام وكوتان نبي ورسول محمد صلى الله عليه وسلم كل من ادعى النبوة أو الرسالة بعد موته عليه الصلاة والسلام هرشي كسيه لباش بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم بانقشي النبوات يعني رسالة بكات كفر كفرا أكبر أوابا كفري قورا كفري كردوها